نصبح على حضراتكم واهلا بيكم وموجز لاهم الاخبار الرياضيه المحليه والعالميه. ونبدا مع الجهاز الفني لمنتخب مصر الاولمبي بقياده البرازيلي روجيرو ميكالي المدير الفني للمنتخب اللي استقر على انطلاق معسكره القادم 9 اكتوبر المقبل واللي بيواجه خلاله منتخب اوزبكستان الاولمبي وديا. الفريق الاهلي فاز على سان جورج الاثيوبي بنتيجه 3-0 في المباراه اللي جمعتهم باستاد القاهره في ذهاب دور ال 32 لبطوله دوري ابطال افريقيا. سجل اهداف الاهلي حسين الشحات سجل هدفين واحمد عبد القادر هدف. رابطة الأندية المحترفة أعلنت فوز هدف بيرسي تاو لاعب الأهلي في مرمى المصري بجائزة أفضل هدف الجولة الأولى للدوري المصري الممتاز. لجنة الحكام باتحاد الكرة قررت تعيين الحكم الدولي أمين عمر لإدارة مباراة الزمالك والمقاولين العرب واللي هتتلعب النهاردة ضمن الأسبوع الثاني من عمر الدوري المصري على استاد القاهرة الدولي. محمود حمدي الونش مدافع فريق الكرة الأول بنادي الزمالك رجع من دبي بعد الانتهاء من المرحلة الأولى من فترة العلاج بعد إصابته بالرباط الصليبي اللي تعرض ليها الفترة اللي فاتت، وظهر الونش في نادي الزمالك امبارح وخاض بعض تدريبات الجري بملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، وده على هامش المران الجماعي للفريق الأول. ساندرا سمير لاعبة منتخب التنس توجت في لقب بطولة المستقبل الدولية واللي أقيمت في شرم الشيخ، وده بعد الفوز على منافستها الرومانية 2-1. فريق فرانكا البرازيلي لكرة السلة توج بلقب كأس العالم للأندية بعد الفوز على بون الألماني بنتيجة 70-69، وده في مواجهة نهائي كأس العالم للأندية السلة واللي أقيمت بسنغافورة. كمان فاز فريق بلوز الصيني على فريق سلة الأهلي بنتيجة 81-74، وده كان في المباراة اللي بيحددوا فيها المركزين الثالث والرابع بمباريات كأس العالم لأندية السلة، ليحقق الأهلي المركز الرابع في ترتيب البطولة واللي بتقام في سنغافورة. محمود السبيعي الشهير ببيج رامي أعلن عدم مشاركته في بطولة مستر أولمبيا هذا العام، وده بسبب الإصابات اللي بيعاني منها، وكتب بيج رامي عبر صفحته بموقع فيسبوك أنه اتخذ قرار عدم المشاركة بعد مشاورة فريقه مع العمل أكتر على البطولات اللي جاية. ونروح للدوريات العالمية والبداية طبعا مع الدوري الإنجليزي وفريق نيوكاسل اللي حقق انتصار كبير على نادي شيفيلد يونايتد بنتيجة 8-0 في المباراة اللي أقيمت ضمن منافسات الجولة السادسة من مسابقة الدوري الإنجليزي للموسم الجاري 2023-2024. فريق ليفربول الإنجليزي حقق فوز مهم على ويست هام بنتيجة 3-1 في المباراة اللي أقيمت على ملعب أنفيلد ضمن منافسات الجولة السادسة من مسابقة الدوري الإنجليزي الموسم الجاري 2023-2024. كمان النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي توج بجائزة أفضل لاعب في مواجهة ليفربول ويست هام يونايتد وأقيمت امبارح في الدوري الإنجليزي الممتاز. فريق توتنهام اتعادل مع أرسنال بنتيجة 2-2 في المباراة اللي جمعت الفريقين امبارح على ملعب الإمارات في قمة منافسات الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الموسم الجاري 2023-2024. فريق أستون فيلا فاز على تشيلسي بنتيجة 1-0 في المباراة اللي أقيمت بينهم امبارح ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الحالي 2023-2024. في الدوري الإيطالي حقق فريق إنتر ميلان فوز صعب على إمبولي بنتيجة 1-0 في المباراة اللي جمعتهم امبارح ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإيطالي الموسم الجاري 2023-2024. التعادل السلبي 0-0 حسم واجهة فريقي نابولي وبولونيا في المباراة اللي أقيمت بينهم امبارح ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإيطالي 2023-2024. وفي الدوري الألماني اتعادل فريق أينتراخت فرانكفورت اللي بيلعب بين صفوفه الدولي المصري عمر مرموش مع فرايبورغ 0-0 في المباراة اللي أقيمت بينهم امبارح ضمن مواجهات الجولة الخامسة من منافسات الدوري الألماني للموسم الحالي 2023-2024. وفي الدوري الإسباني فريق أتلتيكو مدريد فاز على ريال مدريد 3-1، وده في المباراة اللي أقيمت بينهم امبارح في قمة الجولة السادسة من منافسات الدوري الإسباني. بالنتيجة دي وقف رصيد ريال مدريد عند 15 نقطة في المركز الثالث، وأتلتيكو مدريد في المركز الخامس برصيد 10 نقط.
مشاهدينا خلصت نشرتنا الرياضيه، ومره تانية نرجع لجمانه نكمل معها باقي فقراتنا. لميا بشكرك، شكرا جزيلا.